بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أحلى صحبة، يا رب تكونوا بخير دايما وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. معاكم سمسمة من قناة الحياة أحلى مع سمسمة. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفراخ اللي هي المقرمشة زي اللي احنا بناكلها بره في المطاعم، والولاد بتحب تروح المطاعم مخصوص علشان تاكلها، فاحنا نعملها في البيت تكون أنظف كتير وتكون أوفر، ونبقى عارفين احنا بنأكل ولادنا ايه. وهنعمل معاها رز الريزو او الرز المبهر برضو زي بتاع المطاعم وعليه صوص. وبالنسبه للكول سلو بقى انا عملتها لكم ونازله في فيديو قبل كده يعني. فندخل بقى بسم الله كده ونشوف الطريقه. نبتدي بقى نعمل الفراخ. انا جبت هنا دي فرخه بيضه مقطعاها 8 وغسلها كويس جدا ونقعها في ميه وملح وخل. طبعا الفراخ دي على فكره اللي انا مربياها يعني عندي ودبحاها ومنضفاها. قطعتها 8 وجبت سكينه نغزت بيها كده الفرخه يعني كلها. قطعتها 8، الورك قطعته 2 والصدر قطعته 2 اهو كده. ومعانا نص كوبايه نشا، نص كوبايه دقيق، كوبايه لبن رايب، وبالنسبه للتوابل ملح وفلفل ومعلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره بهارات فراخ، ومعانا بابريكا ومعلقه سكر صغيره وزعتر. نبدا بقى كده بسم الله. نشيل بس كده الدقيق والنشا عشان احنا مش هنحتاجهم دلوقتي. هناخد بس كده اللبن الرايب ونبتدي نحط عليه كل التوابل بتاعتنا اهو، ونقلبهم كويس، نضرب. ان شاء الله الطريقه دي هتبقى حلوه وهتعجبكم، وعلى الاقل الواحد في البيت بياكل حاجه نظيفه وعارف هو عامل ايه. نقلب بس كده التوابل كلها كده كويس في اللبن الرايب، ولو مفيش لبن رايب ممكن نحط كوبايه لبن ومعاها نص زبديه، يعني نص زبادي. وطبعا اللبن الرايب بيبقى احسن، بس لو مفيش مشكله يعني، ما بنوقفش الدنيا على حاجه. مفيش لبن رايب نحط الزبادي واللبن الحليب. اقلب بس، انا عايزه عشان ما تبقاش فيه توابل مكلكعه او اي حاجه خالص فيها. وجبه يعني كل الولاد بيحبوها وبيطلبوها من بره، واحنا ما نبقاش عارفين الفراخ اللي بره دي معموله ازاي ولا متحمره ازاي ولا محطوط فيها ايه. نبتدي بقى ناخد الفراخ ونحطها كده كلها في الايه، في التتبيله بتاعتنا. احنا عايزين الجلد، محدش يعني يشيل الجلد بتاعها، لا الجلد احنا عايزينه. نحطها كلها، وطبعا الطبق اللي انا حاطه فيه ده صغير شويه، فممكن ايه ننقلها بقى، ايه انا انقلها في حاجه تانية اكبر شويه، في صينيه مثلا او حاجه. نحطها كلها كده فيها وتشرب التتبيله، وننغزها بالسكينه، سكينه كده تكون رفيعه وليها كده بوز رفيع، نغز اللحم كله كده بالجلد علشان تشرب منها يعني كل الفرخه تشرب من التتبيله، والتتبيله تدخل كده جواها اهي. انا هحطها بقى في حاجه تانية اوسع عشان تبقى التتبيله كلها كده مغطياها. نبتدي بقى نحط دي كده في التلاجة يعني تقريبا في حدود 3 ساعات 4 ساعات، ولو كان يوم كامل يعني لو يتعمليها قبلها بيوم هيكون احسن كتير جدا علشان تشرب كلها من التتبيلة وتكون مغطياها. انا هحطها بقى في حاجة اوسع وهغطيها وحطها في التلاجة، ونرجع بعد كده مع بعض بعد شوية كده نشوف هنعمل ايه. الفراخ كده انا نقعتها في التتبيلة بتاعتها في التلاجة، بس انا سبتها يوم بحاله علشان تبقى احسن يعني، عملتها من قبلها بيوم. نشيل بقى كده، بصوا نعمل ايه بقى، نشيل الفراخ كده من التتبيله دي، نحطها كده يعني على جنب. اهي كلها
طبعا التتبيله بتاعتنا دي احنا مش هنرميها، لا طبعا احنا محتاجينها، فهنخليها. احنا بس هنشيل الفراخ وهقول لكم هنعمل ايه. احنا الفراخ دي هنسويها نص سوا قبل ما نقليها علشان تبقى كلها كده مستوية، ما تبقاش فيها اي دم او اي حاجة في العظم، العظم ما يبقاش مدمم وتبقى مستوية كويس. خلاص اهي فضل حتة واحدة اهي. الباقي بقى ده الصوص ده احنا عايزينه، فهنخليه برضو هنستخدمه تاني. نروح بس الاول نشوف هنسوي الفراخ دي ازاي. الفراخ بقى احنا هنسويها على البخار. انا جبت حلة فيها مية على النار بتغلي وحطيت عليها المصفى، وهنحط بقى عليها الفراخ شوية كده لحد لما تبتدي تستوي. طبعا انا ليه بقى ما سلقتهاش؟ انا كنت ممكن اسلقها علشان تفضل الخلطة دي اللي هي فيها هي برضو شرباها، وعلشان ما تديش طعم الفراخ المسلوقة. لو احنا سلقناها بتدينا طعم الفراخ المسلوقة. ممكن نعملها بقى على مرتين علشان يعني تبقى كلها كده محطوطة. هسويها على مرتين وارجع اوريها لكم بعد لما تستوي. الفراخ اهي خدت سوا اهي شوية، بصوا لونها خلاص بقى عامل ازاي. فانا شلتها وبسوي لسه الباقي. على بقى ما الباقي يستوي نعمل ايه؟ ناخد بقى التتبيلة بتاعتنا اللي احنا قلنا محتاجينها، هنحط عليها نشا، نحط عليها دقيق عليه نص معلقة بيكنج باودر اهي، نقلبها. انا عايزاها تقيلة مش عايزاها تكون خفيفة. احتاجنا تاني دقيق، ممكن نزود تاني شوية دقيق. حاسة كده ان هي لسه خفيفة فهجيب شوية دقيق تاني. نقلبها بس الاول كويس عشان اكون متأكدة كده كده لسه خفيفة، نزودها شوية دقيق تاني. بصوا سمكها خلاص انا زودتها شوية دقيق تاني، تقيلة اهي، انا مش عايزاها خفيفة علشان نحط فيها الفراخ، فالفراخ يشرب من الصوص ده. يعني نعمل ايه بقى؟ ناخد بقى الفراخ قطعة قطعة كده نحطها في الصوص ده كده ونقلبها كويس كده. عايز اجيب لكم كمان ان انا هنحطها في الدقيق. بعد ما نحطها في الصوص انا هنا معايا دقيق ونشا، نص معلقة بيكنج باودر، معايا بابريكا وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، وخلطتهم كلهم كويس كده على بعض. واصفي كده الفراخ من الخلطة كده بتاعتها واحطها في الايه في التتبيلة. هعمل كده بس اتنين كده معاكم اهو. بصوا لما تبقى بالتقيلة الفراخ بتشرب كلها من التتبيلة دي، يعني ما بتبقاش متشالة كده من عليها. يعني نحطهم نعمل بقى كده اهو كلها نحطها كده اهي، نغطيها كلها من كل جانب. ننفضها كده شوية. انا بقى هعمل الكمية كلها وارجع معاكم. انا تبلت كده الكمية كلها، عملت الكمية كلها هي بالدقيق والنشا والتوابل اللي احنا كنا حاطينها. نروح بقى نحط الزيت على النار ونخليه كده يسخن ونشوف هنعمل ايه. انا جبت طاسة اهو حطيت فيها زيت غزير يعني نوعا ما كده، وسخنت الزيت وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي. ده
بعد لما نحط الفراخ لازم نوطي النار بقى كده خالص ونخليها كده هاديه علشان يعني تكمل بقيه سواها وتتحمر كده بالراحه، ما تبقاش يعني محروقه ومش مكمله سواها. تمام، اخلص بقى الكميه كده وارجع معاكم بقى لما يتحمر اوريكم بقى شكله عامل ايه. نبدا بقى نعمل مع بعض الرز. انا هنا عندي كوبايتين من الرز المصري المغسول، لو انتوا عايزين تحطوا رز بسمتي مفيش مشكله، ده او ده يمشي، بس انا بحب بالرز المصري. عندنا بصلايه مقطعه صغير او مبشوره برده على حسب راحتكم. عندنا هنحتاج معلقه صويا صوص، دي ازازه صويا صوص هنحتاج بس منها معلقه، ومعلقه عسل اسود. بالنسبه للتوابل عندنا بابريكا، بهارات فراخ، مكعب مرقه دجاج، توم باودر، بصل باودر، وكركم، وملح وفلفل. نروح بقى على النار ونشوف هنعمل الرز ازاي. نجيب حلة على النار ونحط فيها حتة زبدة ومعليها شوية زيت او معلقة سمنة وعليها شوية زيت، ونبتدي ننزل بكل التوابل اللي عندنا. انا بحب كده يعني احمر كده التوابل الاول، بتدي طعم حلو وتدي ريحة حلوة. نقلب بقى كده شوية، لما نبتدي نشم ريحتها نحط الايه، نحط الرز. انا مكعب المرقة فتفته كده وحمره برضو كده معاهم، يعني ألفه كده شوية كده معاهم وهو هيسيح من السخونية. الريحة بقى ما اقولكوش، ريحة جميلة جدا بصراحة. رز حلو والولاد كلهم برضو بيحبوه، فالاحسن ان احنا نعمل حاجتنا كلها في البيت بدل ما نروح نشتري من بره واحنا مش عارفين احنا بناكل ايه. هي كده اتحمرت كده وادت بقى ريحة ايه، ريحة جميلة جدا. ننزل بقى بالرز. نقلب بقى الرز مع التوابل. ونسيبه برضو كده شوية تقلبتين بس كده. نقلبه كده شوية بعد ما قلبنا الرز كده شوية. انا بس حباه يتقلب علشان يعني قبل ما نضيف له اي حاجه تتشمع كده الرزايه بالزيت والزبده بالماده الدهنيه يعني اللي احنا حاطينها، وفي نفس الوقت يشرب كله من الايه، من التوابل اللي احنا حمرناها فيه قبل ما نحط عليه اي حاجه تاني. احنا ممكن بقى نستغنى عن العسل الاسود لو الصويا صوص بتاعتنا اللي هي في صويا صوص حلوه وفي صويا صوص حادقه. انا هنا ممكن استغنى عن العسل الاسود لان انا جايبه الصويا اللي عندي، الصويا صوص اللي عندي مسكر يعني صويا صوص حلوه، فممكن استغنى عن العسل الاسود ونحط الصويا بس. لكن انا حبيت اوريكم العسل علشان الناس اللي بتجيب الصويا اللي مش حلوه. ننزل بقى بالبصل.
هقلب كده شوية مع وقتي بقى سنة عشان كله كده يشرب من بعض. ريحته جميلة جدا على فكرة. نحط بقى معلقة الصويا نقلب برضو. انا طبعا غالية مية على قد معيار الرز. انتوا شوفوا بقى الرز اللي هتجيبوه، يعني ممكن كوباية الرز بتاخد كوباية، وفي رز بياخد كوباية ونص، في رز بياخد كوباية وربع او كوبايتين، يعني زي ما بنعمل الرز العادي بتاعنا. معيار المية بتاعته زي ما بنعمل الرز العادي بتاعنا. تمام، لونه جميل اهو، ريحته بقى تحفه. لما حطينا الصويا كمان اديت له ريحه مش عايزه اقول لكم خطيره. خلاص كده بقى كفايه. نحط الايه بقى، نحط الميه السخنه. نسويه بقى زي ما بنسوي الرز العادي بالظبط، هيغلي وبعدين نبتدي نوطي عليه بقى زي الشمعة لحد لما يستوي. نوطي عليه، نعمل الصوص اللي هو بيتحط على الرز. انا عندي هنا ده كاتشب تقريبا، يعني نص كوباية كاتشب. هنحط عليه شوية عسل اسود كده صغيرين، يعني قد معلقة كده، وهناخد معلقة برضو كبيرة من المستردة، وممكن نحط شوية شطة بس يعني مش كتير عشان انا مش بحب الشطة كتير. انتوا بقى براحتكم في موضوع الشطة ده. ونقلب كويس كده، الصوص ده بيبقى جميل قوي على الرز. قلبته كده اهو كويس. خلاص ممكن بقى نشيله في التلاجة لحد ما نيجي نقدم الرز ونحطه عليه. الفراخ اتعملت اهي، اتحمرت وشلتها، ريحتها جميله، وعايزه اقول لكم انها مستويه جدا من جوه، ما فيهاش اي حاجه عشان احنا يعتبر سويناها نص سوا. وحطينا الرز عليه الصوص اللي احنا عاملينه، وانا عملت معاها كول سلو. سلطه الكول سلو كنت عاملاها لكم قبل كده، يعني في فيديو موجود عندكم على القناه. يا رب ان شاء الله باذن الله فيديو النهارده يكون كده خفيف عليكم، جربوه ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير، تعملوا لايك، وتدوسوا على زرار اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من فيديوهات القناة. استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.